قبل ما نجاوبك كان فيه سؤال طرح الزميل يعني فيما يخص اكتشاف رياضات جديدة. شوف انا ناكد لكم لو اون دي سبور ماراش سي با اون افير دو لا فيدراسيون الجيريان اون دي سبور يعني حالي راه دوكا ميم على المستوى الدولي لورغانيغرام تغير يد يا 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 كفيه رياضات يعني خاصه بالرياضه الدول الاحتياجات الخاصه اللي تشرف عليها اتحاديه ولكن فيه رياضات اخرى اللي احنا ما عندناش علاقه بها ما عندناش يعني السلطه عليها هي الرياضات اللي تابعه لي فيديراسيون سبيسياليزي مثال بارا كانوي بارا سيكليز بارا تايكواندو تيغ لارك هادو الا بغينا نزيدو نطورو من بين مشاريع تاع التطوير ما نقولش يعني لو موفمون بارالمبيك لازم هادو الشركاء تاعو لا يساهموا معنا على كنا نقولوا بلي الاتحاديه بارا كانوي دارت انجاز كبير كي عطات فرصه للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصه وحنا ما عندناش علاقه بهذه الرياضه جوجور تنس جو بروني ليكزومبل دو تنس دو طاب تنس دو طاب سي اون ديسيبلين كي براتيكي اون دو فيدراسيون مي اون ليفو انترناسيونال ما عندناش علاقه بها سي لا فيدراسيون سبيسياليزي دو تنس دو طاب شامبيون دافريك غير بو فوز انفورمي شامبيون دافريك لو كان بغي نشارك جو دو باسي بار لا فيدراسيون سبيسياليزي هي اللي دير لي لي زونجاجمون دونك سي لا وين جات الفكره اعاده هيكله المنظومه تاعنا اكري لو كوميتي بارالمبيك اللي عاد يجمع كل الرياضات ويجمع كل الاتحاديات دونك يا بليزيو ريفليكسيون يا بليزيو استراتيجي شوف ما فيش نموذج رسمي تفرض عليك اللجنه الدوليه الاي بي سي حنا حاليا يعني مع الاي بي سي اون كونسيدير كوم كوميتي بارالمبيك لا بروف اون بارتيسيبي بقاش ما وقعنا بروبليم الناس ولات متخوفه ولا الجزائر ستقصى نو بوغ يقول لك انا اللجنه بارالمبيك اي سوفي دو بورتي مون نو حنا رانا دايرين هذه الامور حنا الفرق ولا المشكل اللي رانا واقعين فيه بمقارنه بالقوانين يعني الداخليه والدوله الجزائريه لا لوا دي سبور اللي حتى على تنصيب اللجنه البارالمبيه اي اوني فافورابل لانه لو كان نرجع التاريخ اول من طلب تاسيس اللجنه البارالمبيه سايتي اون 2013 في وقت العهده يعني اللي كنا نشرفوا عليها depuis 2013 الى يومنا هذا مالوغوزمون ما قدرناش لانه في تضارب الافكار ما فيش استراتيجيه ما فيش كل واحد يجي يعني ما نلومهمش يعني لا شارج دو طراي دي او نيفو دو لا فيدراسيون بوتيت تخلينا دي فوا ننسوا هذه الامور ولكن هي جد مهمه وضروريه وفيه رغبه انا نقول ناكد لك فيه رغبه من طرف وزاره الشباب والرياضه من كل مسؤولين القاعده يسوفي دو شوازير لو بون موديل لي يساعد الاتحاديه تاعنا ويساعد البلد الجزائر بارابور امكانيات بارابور نوم دو دونديكابي بارابور فيدراسيون كي فون اديري ا سو بروجي يا بليزيور موديل دوك تبقى قرار الجمعيه العامه يا بليزيور موديل يا دي جون شوف فيه نموذج فيه في التيار ماشي لا صح القول فيه تيار يميل لي فيدراسيون بارتي دونديكاب مي انا نشوفها بلي بارتي دونديكاب شغل خففنا غير الضغط يبقى نفس المشاكل يعني اون دي سبور لا فيدراسيون اون دي سبور عاودنا درنا بارتي دونديكاب لي زونديكاب اي موتور يبقوا يصارعوا في بعضهم بعض الباسكت لاتليتيزم يعني نبقوا نفس المشكل غير خففنا شويه الضغط ليديال وهذه استراتيجيه الاي بي سي لانه في زمان كي بدا لو موفمون بارالمبيك كانوا يمشوا يعني سور لا باس بارتي دونديكاب لي فيزوال لي زونديكاب اي موتور اي لي زين ادابتي لكن استراتيجيه الاي بي سي تغير ولاو يروحوا فير لي ديسيبلين يعني ما بقاش هانديكابي موتور لا ولا بارا اتليتيكس بارا تايكواندو بارا جودو ويلشير باسكتبول انسي دو سويت دونك ليديال سي دالي فير فير لا كرياسيون دي فيدراسيون بار ديسيبلين بدون ما نهمش التيار اللي راه حاب لي فيدراسيون لي بارتي دو هانديكاب يعني هذا كل شيء ممكن تكون فيه رغبه من القاعده تاعنا والوزاره جو بونس كو اون بورا ريوسير اون ميت سو بيي نوتر كوميتي بارالمبيك